مع حضرتك تيم الجواز؟ هو عيسى فين؟ مستر عيسى زمانه جاي. طيب كلمه بس قول له ثابت وصل. حاضر. بس شفت ده الفلاير اللي انا عاملاه. هو اخبار النت هنا ايه؟ عندنا واي فاي فور فري. طب كويس. مستر عيسى بيكنسل عليا اكيد زمانه جاي. لا معلش كلمه تاني ونرجع عشان مستعجلين. عيسى بيسو يا عم عيسى ايه نسرين الحمد لله على السلامه عامله ايه؟ ايه يا ابني عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ طمني عليك. يعني ايه البوليس مش قادر يوصل لحاجه؟ ما سبناش مكان ما رحناش دورنا فيه. مش عارف اقول لك ايه. كارثه. الحوادث خلاص بقت جوه بيوتنا. هي مدام غاده فين؟ تحت مستنيانا في العربيه. قاعده على اللابتوب، قاعده على الموبايل. انا قلقانه يجرى لها حاجه. والاستاذ خالد فين؟ هيكون فين؟ 24 ساعه في الشارع. يا ريتني اقدر اساعد باي حاجه. باذن الله يرجع سالم لاهله. يا رب. هي الناس جرالها ايه؟ ازاي يعملوا كده في طفل زي ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تصور قله الادب. بص انا شاكه ان الطفل ده لا مخطوف ولا حاجه. اخس. ايوه يا غاده يعني اجيلك على فين؟ والله ما انا عارفه يا هاله. انا عايزك ياخد مريم تقعد معانا عشان انت ترتاحي شويه. هي مريم حبيبتي بتعمل حاجه؟ طب يا حبيبتي من فضلك لو احتجتي اي حاجه كلميني على طول. حاضر. مع السلامه. بص وريني يا جمال ايدك يا نينو. تسلمي. بس صدق صدعت قوي شكلك كده محتاجه نضاره. لا الف سلام عليك. يلا بقى عشان تلبسي. ليه هنروح فين؟ اكيد طبعا مش هنبعت حاجه من هنا. عندك حق. بقول لك ايه ما تاخد كده تبص بصه على الفيسبوك لحسن يكون في جديد. وريني. ما اقدرش اقول ان الشرطه مقصره معانا لكن المشكله ان مفيش نتيجه. انا الملف كله بقى عندي ومتابع كل حاجه وشايف ان الموضوع مش فديه لانه لو كان فديه كانوا اتكلموا بعد يوم او اتنين بالكتير. طب لو مش فدية أمال إيه؟ أنا عاوز أقابل خالد ضروري. حاسس إن إحنا ماشيين في سكة غلط أو خالد عارف حاجة ومش عايز يقولها لحد. أيوة بابا. حاضر 10 دقايق وأبقى عند حضرتك. مع السلامة. ايه يا ابني ما تبعت؟ كده كله تمام؟ اه تمام قريناه مليون مرة. طب تعالي بقى بإيدك الحلوة دي دوسي سن عشان يبقى فيها البركة. أنا؟ لا ماليش دعوة أنا خايف. عيلة جبان. نهار أسود. ايه يا ابني في ايه؟ اللي بعت. تصدق أنت عيل رخم؟ وقعت قلبي. Thank you.